هن مع جبنة الفتة. في وعاء يضاف 2 كوب بقدونس مفروم، يضاف كوب طماطم مقطعة مكعبات، كوب زيتون كلماتا مقطع شرائح، كوب بصل أخضر مقطع شرائح، كوب جبنة الفتة مقطعة مكعبات، كوب جوز مكرمل، ويقلب. في مقلاة على النار توضع 3 معالق زيت زيتون، يضاف فص ثوم مهروس، ويقلب. يصب خليط الزيت والثوم فوق 3 أكواب باستا بني مطهوة وتقلب. تضاف الباستا إلى السلطة، يرش عليها الملح والفلفل وتقلب وتقدم. Yeah.